خلونا اخد زميل عزيز كان في هذه الرحلة، الأستاذ مجدي جلاد رئيس تحرير جريدة الوطن، اللي كان مرافقا للرئيس في رحلته مع مجموعة من الزملاء الأعزاء. مساء الخير يا أستاذ مجدي. مساء الخير يا أستاذ خيري عليك وعلى السادة المشاهدين. أنت صاحي من الساعة كام بقى يا أستاذ مجدي عشان تقدر تتحرك مع الرئيس؟ هو مبدئيا يا أستاذ خيري أنا ما نمتش. ما نمتش عشان ما يعني أنا كان المفروض نكون في المطار الساعة 6 صباحا، فأنا اتحركت من البيت الساعة 5 إلا ربع، فبالتالي صليت الفجر وتوكلت على الله ورجعنا الساعة 5-6 كده، يعني خدنا 12 ساعة في الجو. انتوا كنتوا بطيارات هليكوبتر بقى؟ طيارات هليكوبتر فعلشان كده النهاردة السبت الرئيس واحنا بنتكلم فبيقول انا شفته اللي بيحصل. طبعا هحكي لك تفاصيل كتير على المشروعات اللي بتعمل، لان بصراحة جديدة وده بعترف في حاجات كتير بتحصل في البلد احنا ما بنعرفش، كلنا ما نعرفش عنها ومش عارف هنا مين اللي يتحمل المسؤوليه يعني. لا ما احنا اتكلمنا في ده يا استاذ سيدي واتفقنا بالفعل ان احنا هي مسؤوليه مشتركه. تمام. بين الحكومه وبين الاعلام. ان الحكومه احيانا ما بتقولش ايه اللي بيحصل، ويمكن بس انا بلتمس لهم العذر ان المشروعات دي معظمها مثل الحكومه او كلها مثل الحكومه، دي القوات المسلحه. تمام. فانت عارف القوات المسلحه عندهم عقيده كده انهم بيشتغلوا وما بيقولوش، يعني فكره ان هو القوات المسلحه يقول احنا بنعمل مشروع كذا ويطلع في التريبيونات والكلام ده، هم عقيده القوات المسلحه بيشتغلوا وبس. فاحنا فوجئنا بمشاهد غريبه جدا النهارده، فعاتبنا عليهم قلنا لهم طب ما بتقولوش ليه؟ قالوا احنا دي عقيدتنا بتشتغل. قلنا لهم لا، الناس لازم تعرف. عشان كده الرحله النهارده كانت مفيده جدا بالنسبه لنا، خصوصا كان العدد قليل فكنا بنسال عن كل حاجه مع سياده الرئيس ومع المساعدين بتوع في كل مكان. فحتى انا في وسط اليوم كده عشان انت عارف ان احنا مش بتوع العمل الشاق ده في الصحراء في الشمس والكلام ده وكده، انت عارف ان الضغط بتاعي بيوطى دايما. انت ضغطك بيوطى وظهرك بايظ يعني الدنيا كلها خربانه. فانا قلت لسياده الرئيس بصراحه وتعبت وقلت له الجوله رائعه جدا بس احنا خلاص اتربينا، يعني خلاص ما تقلقش خلاص. تعلمتوا الادب؟ عرفتوا قد ايه بيتعبوا؟ اتعلمنا الادب وشفنا فقعد يضحك قال لا بالعكس انتوا شركاء ومصر كلها شركاء في ده، واللي بيعمل ده ايدي مصريه سواء من القوات المسلحه او من الشركات المصريه شركات المقاولات والطرق وغيره. فكانت جوله مفيده جدا لان احنا شفنا الجانب الذي لا يظهر في الاعلام الا ساعه الافتتاح. نعم. طيب قول لي اهم اللي شفته ايه يا استاذ مجدي وحسيت انك منبهر ان ده تم؟ ايه نقدر اللي نقوله للساده المشاهدين؟ مبدئيا احنا قعدنا نتكلم كتير عن مشروع قومي للطرق اللي عامله كابتن الرئيس اللي هو 3200 كيلو. اللي هو شبكه الطرق. شبكه الطرق اكتشفنا ان هو بقى 5000 كيلو. كويس. اكتشفنا ان احنا لما اتكلمنا عنه في الاعلام قلنا المشروع القومي للطرق شبكه الطرق في مصر. ولم نتابع ان ده بيتنفذ وفي مشاريع منه طرق شديدة الأهمية من الناحية الاستراتيجية والتنموية هتخلص في شهر 8، لدرجة ان كابتن الرئيس النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي لما كان بيتابع هو أولا أنا قلت له النهارده أنت بتتابع كل التفاصيل، قال ما هو ده لازم في المرحلة دي لأن مفيش ساعة تتعدي، وهو بيتابع يقولوا له يقول لهم الطريق ده أو المشروع ده هيخلص إمتى؟ يقولوا له على اخر السنه، يقول لهم لا 6-8 مع افتتاح قناه السويس يعني. لان في حاجات مرتبطه، لان مثلا احنا زرنا في البدايه، خليني اقول لك احنا زرنا في البدايه طبعا كان تحرك بالطائرات، زرنا القاعده الجويه لغرب القاهره. ده اللي هي اللي عند العاصمه الجديده، ده اللي هيبقى مطار عسكري ومدني. لا ده غرب يا فندم. ده غرب لسه انا جاي لك في شرق. تمام. ده هيبقى هو قاعدة عسكرية بيتم تطويرها بالكامل، الجيش ما شاء الله، وبيعملوا مطار مدني تقلع وتهبط فيه الطائرات المدنية أيضا علشان يخدم غرب أكتوبر والجيزة بالكامل. ده اللي في منطقة أكتوبر. في منطقة أكتوبر وتقريبا الممر خلص، يعني في إنجاز حقيقي أنت بتتكلم في أسابيع أو شهور قليلة. كويس. وصالة سفر وصالة وصول وكل حاجة، ده طبعا هدفه إن هو يزيد الطاقه بتاعه المطارات اللي عندك، عشان مطار القاهره ضخم جدا بس محتاج مطارات اخرى. تمام. ثم تحركنا طبعا شفنا الانجاز هناك. عايز اقول لك على حاجه،
ان في ناس، والله يا استاذ خيري انا النهارده قلت لهم في ناس ما بتنامش. اولا اشتغل 24 ساعه، ما فيش حاجه اسمها 8 ساعات و16 ساعه، 24 ساعه تمام. الناس ما بتروحش بيوتها. والحاجه الجميله انه فرص عمل كثيره جدا للمواطنين بيشتغلوا، لدرجه ان الشركات في المقاولات اللي شغاله مع الهيئه الهندسيه في القوات المسلحه في المشاريع دي قالوا لنا احنا مش لاقيين سائقين لودر وفنيين وعمال وغيره، لانه احنا خدنا عدد كبير جدا، فبقى الطلب على بعض التخصصات في العمل في المشروعات ديت اكثر من العرض. كويس. تمام؟ يعني مثلا انا هقول لك على تفاصيل سائق اللودر اللي كان بيشتغل في الطرق وغيره والكلام ده، اللي كان بياخد مثلا 3000 جنيه في الشهر، مع المشروعات ديت بقى 6000 جنيه في الشهر. الضعف، بيشتغل فترتين. تمام. بيشتغل لا ده ما كانش فترتين، هي نفس الفتره، لكن هو سعره غلي بسبب المشروعات. ده تمام. اجره غلي بسبب المشروعات الكثيره. ثم تحركنا الى القاعده الجويه في شرق القاهره في القطامينه، ودي برضه قاعده جويه بتعمل فيها مطار مدني اللي هو هيخدم العاصمه الجديده وكل المشروعات في شرق القاهره. وده بدا الشغل فيه والتطوير بالفعل. يا فندم احنا فوجئنا يا استاذ خيري انه الممر خلص، يعني الممر بيتكتب ممر الهبوط والصعود بتاع الطياره. ما شاء الله. بتاع الطيارات. وايه بقى، انا عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا، انا سعيد جدا، جاي متفائل جدا، عندي امل كتير جدا. ليه بقى؟ لان رئيس السيسي لما بيقف مع المهندسين وناس، عايز اقول لك انه انا واحد شفته مهندس في المقاولين العرب، اعرفه من فتره، قابلته بالصدفه، اهلا اهلا اهلا، قلت له انت اسمريت ليه؟ ده انت بقيت اسمر. او قال انا عايش في الشمس على طول هنا. نعم. فالرئيس السيسي بيتناقش معاهم في كافه التفاصيل، جالكوا المخصصات الماليه، ايوه وصلت يا فندم، في حاجه متاخره كذا، طب الطريق ده هيبقى ازاي؟ بيناقشهم في الطريق، في الاسفلت، في كل حاجه، في التفاصيل. فاكتشفت حاجه غريبه يا استاذ سعيد، وانا النهارده قلت لسياده الرئيس ده لازم نحرص عليه ان شاء الله باذن الله. فكره ان هو كل يوم جمعه بيعمل الجوله دي ولا تعلن في الاعلام، بدون ما يعلن عنها، بيطلع من بدري من الساعه 6 الصبح بيلف على كل المشروعات دي، يتابع التفاصيل بالكامل، التفاصيل اللي ممكن مثلا تقدر تقول ان مهندس صغير يعرفها بيسأله. نعم. تمام. بعد كده تحرك طبعا المطارين دول، مطار غرب القاهره ومطار شرق القاهره اللي هيساعدوا مطار القاهره الدولي، الاثنين دول بتتكلم في شهور قليله، يعني السنه دي. السنه دي. السنه دي هيتم بتاعهم سياده الرئيس بتاعهم والمهندسين بيصعبوا عليا. يقفوا قدامه زي ما شفنا كده، يقولوا له يا فندم هنعمل كذا وكذا، الدول يقول له هياخد كام لغايه اخر السنه، يقول لهم لا 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 في شهر اغسطس. انا جاي لكم الجمعه اللي بعد الجايه، وجاي لكم الجمعه اللي بعديها كده، يعني بتتكلم يعني انا ارجو ان ده يكون لائق ان انا اقوله. الرئيس السيسي بيتعامل معاهم باعتباره رئيس المهندسين المصريين. تمام. يعني واحد واقف على التفاصيل حته حته. يعني لما بنتكلم النهارده فوجئت انه بيناقشهم في تفاصيل كان بيناقشهم فيها من اسبوعين، فمتابع التنفيذ زي ما تكون رئيس المهندسين المصريين. تمام؟ تمام. تحركنا بعد كده إلى المشروع العملاق الرائع اللي برضه ما نعرفش عنه حاجة في شبكة الطرق، اللي هو مشروع طريق جبل الجلالة اللي هو في العين السخنة ورابط منطقة القناة بالصعيد. أنت بتعمل دلوقتي طريق دولي كبير بيوصل منطقة الموانئ دي كلها في الصعيد لحركة التجارة، بحيث إنه ما يعديش على القاهرة أساساً. فيختصر رحلة. والطرق دي في مناطق وعرة جدا وجبلية. يا أستاذ خيري أنا شفت منظر، أولا هذا الطريق اللي بيتعمل 85 كيلو، ده الجزء اللي من الطريق ده بقى الوعر، بيتسقف جبل الجلالة اللي هو جبل صخري، بيتسقف على عمق بيحفره بيسقه 140 متر في العمق، بيسق جبل نصين في 140 140 متر من بعمق الجبل اللي تحت كده؟ ارتفاع، عارف ارتفاع الجبل؟ طبعا. هو بيسقه. تمام؟ ايوه. بيعدي بيه في طريق لدرجه انه طبقا للبيانات اللي شفناها النهارده ده يدخل موسوعه جينيس، لان ما فيش هذا العمق في العالم كله في جبل. الجبل ده اللي هيتبنى عليه الجامعه بتاع باسم الملك عبد الله. ده احنا شفنا النهارده الموقع ده، طبعا تحت واحنا تحت كانت الدنيا حر. تمام؟ ايوه. طلعنا فوق قمه الجبل
اللي هو على الساحل بقى على البحر، على البحر في العين السخنه، الجو فاتن لدرجه ان انا كنت عايز انام شويه يعني من الجمال. دول بقى هيتعمل فيه ايه؟ بيسوقوا الطريق، وده هيخلص خلال برضو اسابيع او شهور قليله، وفي الجبل، وفي نفس الوقت هيتعمل جامعه الملك عبد الله يرحمه الله، وهيتعمل كمان مدينه سياحيه، ارقى مدينه سياحيه في العالم، على قمه الجبل من فوق، فانت شايف البحر كله من فوق، مدينه سياحيه عالميه على مدرجات من الجبل، ومدينه طبيه كمان، ومدينه طبيه كمان. بالاضافه لحاجه ثانيه مهمه بيعملوها، اللي هي فكره ان الرئيس السيسي قرر، قال لهم يا جماعه السواحل المصريه كلها ملك للشعب المصري، تمام؟ تمام. سواء في البحر الاحمر او السبريه او البحر المتوسط او اي حاجه. من الان او من فتره كمان هو اصدر القرار، مفيش قريه سياحيه، وده خبر مهم جدا للساده المواطنين. مفيش قريه سياحيه يا استاذ خيري هتتعمل بعد كده وهيبقى ليها شاطئ خالص. اتوقف فكره ان حد يعمل قريه سياحيه ويقفل على نفسه شاطئ. ده خبر بقى مهم جدا. اللي هو فكره ايه؟ هيتعمل كورنيش بمستوى راقي جدا وشواطئ عامه بمستوى راقي جدا، ويكون الخدمه فيها رائعه جدا تتولاها الشركات. لكن في الاخر انت عايز تعمل قريه زي العالم كله، اعمل قريه بعد الشاطئ ويبقى ليك شاطئ مع الشاطئ بتاعنا. لان كله قرى. لكن فكره انك تقفل البحر وتعمل قريه سياحيه، وتقفل البحر وتبقى ده البحر بتاع القريه السياحيه دي بتاع سكانها بس، دي انتهت تماما. فالدوله هي اللي هتعمل الشواطئ بمستوى عالمي. ده حلو قوي، ده خبر حلو قوي. ده جديد بقى. حتى انا ناقشت مع سياده الرئيس في الموضوع، قلت له والقرى اللي موجوده، قال لا انا ما عنديش قناعه تماما ولا عقيده ان انا انزع ملكيات من ناس عملوا مشروعات وخلاص بقت قائمه واشتروا على كده وفي تعاقدات، فلازم نحترم تعاقداتنا. لكن قال لي الشواطئ كثيره جدا، هنعمل اي حد يعمل قريه سياحيه بعد كده اتفضل، زي ما موجود في اسبانيا، زي ما موجود في كله، اعمل قريتك ونساعدك في كل حاجه ودعم السياحه، لكن الشواطئ ديت احنا هنعمل شواطئ عالميه. طب ده خبر حلو قوي. بالنسبه لمشروع قناه السويس انتوا رحتوا كمان مع الرئيس؟ احنا بقى بعد جبل الجلاله رحنا استعرضنا من الجو قناه السويس الجديده. وانا كنت متشرف ساعتها ان انا واحنا راجعين في الطياره بتاعه السيد الرئيس. فالطياره الهليكوبتر. ايوه. واحنا بنشوف القناه من فوق، انا ايضا فوجئت، انت عارف احنا كنا رحنا القناه في بدايه عملها، فاكتشفنا ان القناه تقريبا خلصت اصلا. يعني القناه الحفر الجاف كله خلاص. خلاص، والقناه خلصت تشوفها من الجو حاجه تفتح، لكن بقى فقلنا ايه العمل اللي شغالين فيه دلوقتي؟ قال لك لا خلي بالكم، احنا ما عدناش بنشتغل مشاريع زي زمان، مش نفتح مشروع ونخلصه ونفتح فيه ثاني، احنا لازم نمرر الميه العذبه من تحت القناه الجديده والقديمه عشان مشاريع التنميه اللي ما نرجعش نحفر تحت الميه. قدامي جاهز اشتغل. اشتغل. انا بخلص دلوقتي، والسيد الرئيس شرح لنا من فوق واحنا معاه في الطياره ازاي بيتم الشغل، فكل الخدمات والمرافق والدعم اللوجستي لمشروعات، المشروع الثاني بقى يا استاذ خيري اللي هو مشروع تنميه محور قناه السويس اللي هو غير الحفر بقى، اللي هي الشركات وبناء السفن والتمويل اللي هي زي جبل علي وغيره. ايوه. ده كله هيحتاج خدمات ومرافق منك وميه وغيره والزراعه والكلام ده، فبيعمل الخدمات دلوقتي بالكامل، بيخلصها عشان لما يدشم القناه ويخلص 6 8 يكون مسلم مشروع عالمي. وسياده الرئيس كمان واحنا معاه في الطياره سالناه عن الاحتفال بتاع قناه السويس الجديده، قال هيكون احتفال، ودي جمله رائعه جدا، هيكون احتفال يليق بمكانه مصر. وتم توجيه الدعوه لرؤساء دول وغيره والكلام ده وكده. ما شاء الله. وسالته بقى وهو باصص من الشباك، واحنا باصين من الشباك على القناه الجديده، سالت سياده الرئيس قلت له احساسك ايه؟ وانت بتشوف الانجاز ده بعد اقل من سنه. قال لي احساسي اللي هو ايمان كامل، وانتوا اتاكدتوا النهارده ان احنا عندنا شعب عظيم. الشعب اللي يقدر يعمل ده طبعا عظيم، يعمل اعجاز والله العظيم يا استاذ خيري. انا لا اجامل، انا بتكلم عن الشعب المصري دلوقتي، تمام؟ ان اللي بيتعمل في هذه المشروعات انا اتخضيت منه، شباب
وعايز اقول لك مثلا على حاجه جميله جدا، الذين يعملون في مشروع طريق جبل الجلاله وسقف الجبل وكل الشغل اللي بيتعمل هناك، شركات كثيره جدا كلها من شمال سيناء والعمال من شمال سيناء. الله، عشان كده الرئيس كان بيصر وبيشيد باهالي سيناء وبيتكلم عن تنميه المنطقه دي لسيناء، التنميه الشامله. قعد معاهم النهارده وقعدنا معاهم حوالي ساعتين فوق في الجبل، وقعدنا واتكلموا معاه في كل حاجه، وقال لهم سيناء مشروع التنميه بتاع سيناء هو اولويه اساسيه بعد تطهيرها من الارهاب، وجايبين اطفالهم وجايبين ولادهم وبيسلموا على الرئيس بيتصوروا معاه، والناس بتشتغل 24 ساعه. قال لهم انتوا اللي هتنموا المنطقه ديت، شركات ومقاولين من شمال سيناء وعمال وكل حاجه، والناس عندهم امل كبير جدا. انا عايز اقول لك على حاجه بس خيري بسيطه، النهارده الناس اللي بيشتغلوا في المواقع ديت كانوا سعداء جدا ان احنا جايين نشوفهم، يعني ان هم يعني حد شايف شغلهم، يعني ما بيشتغلوا في الصحراء والحر والبرد. والله العظيم يا استاذ خيري انا جاي خلصان، انا عايز اقول لك بصراحه جديده، يعني احنا متدلعين مجرد كام ساعه، انا بعترف بده. طب خليك فاكر ده بقى، علشان لو لقيت الجورنال بتاعك شادد ولا حاجه هقول لك مش كنت بتقول لي احنا متدلعين؟ لا، من ناحيه احنا متدلعين في الجهد، متدلعين بصراحه. في ناس احسن مننا بكتير. اهي الناس دي اللي يجب نهتم بيها اكتر في وسائل طبعا الاعلام، ونجيبها طبعا والناس تشوفهم بيشتغلوا ازاي. جايز يكون ده حافز يا استاذ مجدي لناس كتير انها تمد ايدها وتشتغل هي كمان، كل واحد في مكانه طبعا. يعني وانا على فكره سياده اللواء اركان حرب كامل الوزيري كان معانا النهارده بيشرح لنا المشروع في قناه السويس وكل حاجه وجبل الحلال، وقلت له طب انتوا ما بتقولوش الكلام ده ليه؟ قال لي احنا بنشتغل. قال لي يعني اللواء كامل الوزيري نتكلم ولا نشتغل؟ ايوه. فقلت له طب احنا عايزين نيجي نصور الحاجات دي. قال لي تعالوا اتفضلوا صوروا. قلت له عشان الشعب المصري يبقى عنده حاجتين، امل وقدوه. الامل في ان اللي جاي احسن، وقدوه في الشباب دول كلنا اللي ما بيشتغلش يروح يشتغل ويروح يتاهل. فكانت رحله رائعه جدا. بشكرك جدا يا استاذ مجدي، ما اعتقدش ان كان ممكن تديني الوقت ده كله في برنامجك على التليفون يعني، فانا بشكرك جدا. انت عارف برنامجك ده حاجه كبيره جدا ان انا ابقى معاك. ربنا يخليك، ده شرف ليا. بشكرك ورؤيه جميله، وكويس ان احنا نبشر الناس. زميلي الاستاذ مجدي الجلاد رئيس تحرير جريده الوطن وزميلي في قناه اكسترا، لازم نفهم.